مصر. لا طبعا العمل الإغاثي والعمل التنموي في سياسة، بس أنا سياستي ألا أسيس عملي. My policy is not to politicize my humanitarian work. قاعدة اللي عايز يتبعها يتبعها، اللي مش عايز ما يتبعهاش. اللي عايز يقول ده حرامي وده مجرم وأنا أبقى اشمعنى هو حرامي وبسيبوه، أنا مش هبقى حرامي مش هبقى مجرم ومش حرامي. لأن فده قاعدة يعني، فلا أشتكي على الآخرين. مؤتمر القمة الإنساني اللي هيعقد في اسطنبول السنة دي شهر يونيو، كملنا تفاعل معه. دي نمرة واحد، كملنا علم عنه. نمرة اثنين، كملنا سيذهب يكون عنده ورق هناك. تغير سياسات العمل الإنساني ونحن نختلف على مجرد مثلا دفع دولار او دولارين، يعني مش فاضيين. انا مش عايز اتكلم عن مؤسسه انا فيها مش هقول اسمها، مؤسسه ما عملت 40 ورشه عمل وطنيه في اماكن مختلفه في 36 دوله، وكانت تسعى وتستجدي. تستجدي يعني ايه؟ نشحت حضور المؤسسات المانعه. فحضر منها القليل القله اللي فيهم المؤمنين. لما سياسه العمل الانساني تتغير السنه دي يكون في مسيرة ماشية، ما فيش اشتكي انا بعد كده. اقول هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. لا، نحن ونحن 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 المخطئون. لأننا لم نشارك ولا نشارك ولا نريد أن نشارك. فإحنا بنعزل نفسنا عن منظومة العالم كله. ولو العالم خد قرار ما يجيش على هوانا وعلى ثقافتنا وعلى قيمنا وعلى معتقداتنا، لا نلومن الا انفسنا. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله.